الشخصية بطرس اللي هنقف قدامها النهاردة اللي كتير قوي مش هنقدر نكفي حياتها والأمور اللي ربنا بيعملها في حياته فيها دروس كتير لينا، فيها حاجات كتير تشجعنا. هنقف قدامها النهاردة باختصار في وقتنا البسيط، لكن قبل أي حاجة خلينا نفتكر بطرس ده إيه اللي حصل في حياته وإيه العظمة اللي شافها في حياته. ويمكن العنوان بتاعنا النهاردة هيكون تحت عنوان بطرس بين ما قبل القيامة وما بعد القيامة. هنكتشف إن القيامة مكتمل فرق في حياتنا إحنا مش حاسين بيه، خاصة لو إحنا نسينا معناها أو مش بنفكر فيها أو مش بنشهد عنها أو مش بنقرأ عنها، فممكن نمر باللي مر بيه بطرس ده والرب يحمينا جميعا. بطرس هو الشخص اللي الرب يسوع بنفسه سماه بطرس، هو الشخص اللي الرب يسوع نفسه سماه صفا. بطرس هو الشخص اللي الرب يسوع راح كفر نحوم عشان يشفي حماته. بطرس هو الشخص اللي الرب لما جه عايز يوريهم جزء ولمحة عن ملكوت الله أخذوا من ثلاثة، بطرس، يعقوب، يوحنا على التجلي. بطرس هو الشخص اللي في كل قعدة بينفرد بيها مع تلاميذ خاصين هو أحد التلاميذ الثلاثة دول، بطرس، يعقوب، يوحنا. حتى أحيانا مرقس ولوقا لما يكتبوا يقول لك إلا بطرس ويعقوب ويوحنا. بطرس هو الشخص اللي مشي على المية واللي شاف قوة الله في الحاجة دي، ولما وقع أو سقط قال يا رب نجني، وفي نفس الوقت شاف معجزة إلا هي إن الله يقيم. بطرس هو الشخص اللي في أحد اللحظات ما كانش لاقي حاجة ولا شغلانة في السمك، لكن شاف بنفسه إن الرب بيقول له ابعدوا إلى العمق والقوا شباككم للصيد واختبروا قوة إلهية عجيبة. بطرس هو الشخص الوحيد اللي لما سئلوا في متى 16 على ما أذكر الناس بتقول علي إيه وأنا مين، قال لهم إيه؟ أنت هو المسيح ابن الله الحي. رب يسوع ميزه وقال له كده، قال له إن لحما ودما لم يعلن لك هذا لكن أبي الذي في السماء. بطرس هو الشخص لما سأل الرب يسوع إحنا رب سيبنا كل حاجة وتابعناك واخدين منها إيه؟ راح قال له إيه؟ 100 ضعف وحياة أبدية لكل شخص عاش لأجلي وترك زوجة وبيت وحياة وكل شيء وأخ وأخت وأمور كتير. ده بطرس، بطرس اللي بيتذكر أكتر من 109 مرة في الأناجيل الأربعة. أعتقد لو واحد فينا مر بالحاجات اللي حكيناها الإيجابية دي هيكون شخص تاني، شخص غير عادي. ويمكن إحنا بنتمنى إن الأمور دي تحصل في حياتنا، لكن العجيب جدا والغريب جدا اللي هنقف قدامه النهاردة إن بطرس قبل القيامة شكل وبعد القيامة شكل تاني، والكلام كله حضراتكم تعرفوه، لكن خلونا نقف قدام الحاجات دي مع بعض. في يوحنا 18 عدد 10 و11 بيقول الكلام ده يوحنا وهو يكتب بالروح القدس هذا الكلام، يقول كده في عدد 10: ثم إن سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذن اليمنى، وكان اسم العبد ملخص. فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغمد أو في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ بطرس في هذا الموقف الجدعانة والشطارة والحماسة الشخصية، بطرس اللي مش عايز أن مشيئة الله تتم في كل الأمور بالرغم أن الرب أعلمهم بالخطة، ابن الإنسان لابد أن يتألم، لابد أن يصلب، لابد أن يقول كل ده تقلهم، لكن بطرس لحد آخر الطريق عايز يظهر ذاته، عايز يبين أنه من خلال دفاعه عن المسيا أو دفاعه عن السيد هذا شيء يعني في خطة الله وكأن ده في خطة الله، لكن بيتعاتب ويقول له كده اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها. واحد هنا بيبان أنه هو اندفاعي، واحد هنا بيبان أنه يريد أن يظهر، واحد بيبان هنا أنه هو مش فارق مع الناس اللي قدامه ولا مشاعرهم ولا أي شيء، لكن الشخص الثاني اللي هو سيده مسلم فبيقول الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها. مش بس كده بطرس قبل القيامة،
لكن بطرس في عدد 15 في نفس الإصحاح يقول كده الكتاب، ويوحنا دقيق قوي هو بيكتب الحتة دي. وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر أي يوحنا يتبعان يسوع، وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة، فدخل مع يسوع. مين اللي دخل مع يسوع؟ يوحنا دخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة، وأما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا. فخرج التلميذ الآخر أي يوحنا الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة وكلم البوابة فأدخل بطرس. شوف الجرأة، داخل مع الرب يسوع، يخرج من البوابة لكي يدخل بطرس. أعتقد إحنا بنقرأ القصة دي أحيانا ومش واخدين بالنا يمكن من الحاجات دي. أنا شخصيا يعني، أنا شخصيا قبل ما أجي النهاردة اكتشفت إن أنا مش عارف كتير المعاني دي. فقالت الجارية البوابة لبطرس: ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الإنسان؟ قال ذاك: لست أنا. وكان العبيد والخدام واقفين وهم قد أضرموا جمرا لأنه كان برد، وكانوا يصطلون، وكان بطرس واقفا معهم يصطلي. بطرس بيتدفى، بطرس خارج البوابة، بطرس مش مبادر، بطرس مش رايح مع الرب يسوع، يخاف في هذا المشهد، هم نفسه، هم ذاته، هم راحته، هم شكله، هم أسرته، هم كل شيء. وإحنا بنلوم، وإحنا أحيانا بنبقى في نفس الحالة، في نفس الحالة. يا رب صحتي، يا رب، يا رب شكلي، يا رب، يا رب طاقتي، يا رب، يا رب ليه تقولي يا رب البلد اللي أنا عايش فيها ما أقدرش أقول حاجة عنك فيها. هذا هو بطرس قبل القيامة في مشهدين في نفس الإصحاح. ناخد عدد 25 في نفس الإصحاح: وسمعان بطرس كان واقفا يصطلي، فقالوا له: ألست أنت أيضا من تلاميذه؟ أول مرة قالوا له: ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الإنسان؟ أنا بيقولوا: ألست أنت أيضا من تلاميذه، وكأنهم بيعيدوا عليه: أنت مش تلميذه، أنت مش تلميذه. وأحيانا واحد فينا ممكن يبقى في نفس الحتة دي، إن بيقول على نفسه أنا تلميذ المسيح وهو لا يعرف شيء عن التلمذة إطلاقا للمسيح. قال: لست أنا. قال واحد من عبيد رئيس الكهنة، عدد 26: وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه، أما رأيتك أنا معه في البستان؟ اللي كان من شوية اندفاعي وجريء وفاكر أن بهذا الشيء يفعل إرادة الله مع أنه لا يفعل إرادة الله، فأنكر بطرس أيضا وللوقت صاح الديك. يخاف، ينكر، يقول: لست أنا. في الأناجيل الأخرى يقول: لست أعرفه، لا أعرفه. كل ده كلمات يقولها. مش قادر أنسى، بما أننا هنا في الحتة دي، أن الأناجيل الأخرى بتقول كلمتين حلوين. يعني إنجيل متى في إصحاح 26 بدون حتى ما نجيب النص ده يقول: تبعه من بعيد، جلس خارجا. كل التعبيرات دي: لست أدري، لست أعرف، لا أعرف. لكن في نهاية هذا الجزء، دي حتة حلوة لينا النهاردة، يقول كده الكتاب في متى 26: خرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. لكن متى كان دقيق قوي في الحتة دي، ما قالش كده بس، لكن قال قبلها: تذكر كلام يسوع. بطرس اللي كان في حياته بيقول له: لو مت أموت معاك، إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك. هو ده بطرس اللي دلوقتي اكتشف إنه خايب وضعيف، وإنه كان فاكر في نفسه شيء، وفي نفس الوقت بكى بكاء مرا. يمكن دي تكون النهاردة لقاء لواحد فينا النهاردة. ممكن نكون في حياتنا كنا بنقول عنه ان احنا تلاميذه، ان احنا قابلناه، ان احنا عرفناه، ان احنا مسيحيين، ان احنا نعرف كل شيء، احنا عايزينه، احنا نفديه، احنا مش عارف ايه، كلام 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 كلام، في كلام كتير فيه مش صحيح. لكن نفسي لو واحد قاعد هنا النهاردة شايف انه كان بتاع كلام، شايف ان اعماله بتنكر
ان هو بيتبع المسيح، شايف ان هو بيقول عن نفسه انا تلميذ المسيح وانا مش تلميذ، مش فرحان بالمسيح، مش فرحان بالقيامة، مش فرحان باي شيء، يأتي الى المسيح ويتذكر كلام الرب ويبكي بكاء مرا، لانه عرف ان الرب صادق وان هو ضعيف كاذب ضعيف مسكين. امتى الواحد بيبكي؟ لما يتصدم، لما يحزن، لما يتفاجئ، لما يكون عنده اعتماد على حاجة ومرة واحدة الحاجة دي تتشال. واحد كان مرتبط بابنه جدا، ابنه هاجر، واحد كان مرتبط بزوجته جدا، زوجته سافرت، واحد كان مرتبط بشغلانة معينة اتحال على المعاش، بيحصل له ايه احيانا لما يقعد لوحده؟ يبكي. واحد فينا كان قاعد في مكان معين وعنده شقة معينة، راح قالوا له العمارة بتقع، ايه اللي بيحصل له؟ يبكي. ايه اللي بيخلينا نبكي؟ اننا نفقد. وبطرس هنا فقد الثقة في ذاته لان اكتشف انه ضعيف، انه ضعيف، انه ضعيف. مش هنطول في الحتة دي، لكن خلونا نرجع لحاجة مهمة جدا. مش عارف قبل ما نوصل لحتة القيامة، أكيد حضراتكم لاحظتوا أن يوحنا كان عكس بطرس في المشهد ده، يوحنا دخل. لكن الشيء الثاني المفاجئ العظيم اللي كان لي أنا شخصيا في يوحنا 20:25، مين اللي عند الصليب؟ مين اللي عند الصليب؟ فلو رحنا في يوحنا 20، أنا آسف، في يوحنا 19 عدد 25. طبعا احنا في، لو احنا بنفكر، احنا في القرن الاول، الستات بالنسبة للقرن الاول اليهودي، الربايز او المعلمين اليهود بيقولك يعني تسمع كلام راجل وما تسمعش كلام ستات كتير، شهادات الستات مش موثوق فيها، فاليهود لا يثقون في الامرأة، وكانت الامرأة اقل قيمة من الرجل. لكن الغريب جدا ان في وسط كل الاضطهاد ليها ده، الجرأة أخذتهم لأنهم بيحبوا الرب يسوع، وهم دول اللي كانوا بيخدموه من أمواله، من أموالهن. فيقول كده: وكانت وقفات عند صليب يسوع أمه، أخت أمه، مريم زوجة كلوبة، ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا. يوحنا واقف عند الصليب، يوحنا رايح معاه دار الولاية، يوحنا معاه في كل مكان. أين بطرس في هذا المشهد؟ مش موجود. هو ده بطرس قبل القيامة، هو ده بطرس الخائف، بطرس الضعيف اللي احنا بنلومه كتير، لكن احنا كتير بنبقى في نفس الحالة في حياتنا مع الرب. خلونا نجري نروح لبعد القيامة أو أثناء القيامة. الأول هنقف قدام حتة احنا عارفينها في يوحنا 20:1، برضو المرأة مشرفة للمرة الثانية، يقول: وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باقٍ، والظلام باقٍ، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر فرقدت وجاءت لمين؟ إلى سمعان بطرس. بص الوقفة بتاعت سمعان هنا، وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، أي يوحنا، وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتي إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا. عدد 5 أو عدد 4 في آخره بيقول إيه؟ فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر، وانحنى فنظر الأكفان موضوعة لكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس. احنا ليه قلنا الحاجات العظيمة اللي شافها سمعان بطرس في الأول؟ لأنها كنا نظن أن بالأعمال دي والعجائب دي بطرس هيكون شخص تاني، لكن كان نقصه شيء أن يصدق أكتر بالإيمان المسيح المقام من الأموات، أن يكون حقيقي، أن المسيح يقابله مقابلة حقيقية، وده اللي هيحصل معاه. يمكن يكون اتأخر ليه في النص ده؟ يمكن يكون خايف؟ ما هم كانوا خايفين. النص بيقول هنا أنه رجعوا بعد كده في مكان الأبواب مغلقة وإيه؟ في خوف. كان خايف، يمكن يكون بيقول طب لو رحت هناك هيشوفوني اللي انا قلت لهم انا ما اعرفوش. حاجات كتير ممكن تكون في باله ما نقدرش يعني نذكر ايه اللي حصل.
لكن عدد 10 بيقول كده: فمضت التلميذان أيضا إلى موضعهما. شوفوا الحتة دي عجيبة قوي. بطرس ويوحنا راحوا لما مريم المجدلية أخبرتهم، وراحوا فين تاني؟ رجعوا مكانهم. مين اللي قاعد عند القبر؟ مريم المجدلية. أما مريم، عدد 11، فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي. عدد 13، قال لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. يمكن هنجري شوية. بيقول كده في عدد 16، قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني، الذي تفسيره يا معلم. عدد 17 بيقول لها إيه في آخره؟ ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. أين بطرس في هذا المشهد؟ في المكان اللي مختفي فيه هو والتلاميذ اللي هم إخوة الرب يسوع، والأبواب مغلقة وخايفين. كل ده احنا مش قايمين نشهر ببطرس، لان احنا كلنا بنبقى احيان كتير في الحالة دي. نروح بسرعة لعدد 19 بما اننا كنا في 18. ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو اول الاسبوع، وكانت الابواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط. احنا كنا قبل القيامة شفنا بطرس في مشهدين. في أثناء القيامة شفنا بطرس في المشهد بيتأخر عن يوحنا، ومريم تبقى في القبر لوحدها. يمكن في الأناجيل الأخرى بيقول أنه هناك مريمات، سلومة كانت هناك برضه. لكن خلونا وإحنا في هذا الإنجيل ونحن نقرأ حاجة مهمة عايزين نقف قدامها. بيقول لها إيه؟ قولي لإخوتي، قولي لإخوتي. بطرس حتى في هذه الحالة هو من إخوته. بطرس هو ضعيف من إخوته. بطرس هو خائف من إخوته. بطرس بعد ما أنكره من إخوته. بطرس هو بيأخر رجليه وهو رايح القبر من إخوته. دي المحبة والنعمة اللي بنشوفها فيه لحد النهاردة، إن يا رب حتى وإحنا جايين الكنيسة مهما كانت ضعفتنا أنت لازلت تحبنا، لازلت تريد أننا نقترب إليك، لازلت تريد أننا يزيد إيماننا بك. وإحنا بنختم الجزء ده قال لهم حاجة مهمة في عدد 21: سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. بدأنا هنا فيما بين قبل القيامة وبعد القيامة. قال لهم إيه في الحتة دي؟ أرسلكم. أنتم مرسلين. أنتم كنتوا في الأول خايفين، كنت في الأول ممكن تذكرني، كنت في الأول في حاجات كتير كانت بتعوقك أنك تقرب ليا وتعيش معايا بالإيمان. ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس في عدد 22. لكن آخر حاجة هنشوفها في عدد 21، إصحاح 21 عدد 1. يعني قبل ما نقرأ النص ده، خلاص يا رب كفاية، يعني أنت ظهرت له وشجعته ورحت له وقلت له أن أنا أرسلك ونفخت وأعطيتهم الروح القدس لكي يقبل الروح القدس. خلاص يعني كفاية، كفاية قوي على بطرس كده. خلاص يعني كفاية ان انت وريته ان انت قمت، كفاية كل ده. لكن يقول كده يوحنا بالروح القدس عدد 1: بعد هذا اظهر ايضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية. ظهر هكذا: كان سمعان بطرس. مين اول واحد دايما بيجي واحنا بنقرأ؟ سمعان بطرس، رائد الأول الذي يريد الرب أن يكون الأول لكي يقود الكنيسة. بالمناسبة هو الأول حتى في أعمال الرسل، يوم ما لقى بقي 11 وفي واحد غايب في إصحاح 1 قال لهم إيه؟ عايزين واحد، عايزين واحد يصير بيننا من اللي شافوا الرب يسوع، من اللي عاشوا وخدموا مع الرب يسوع وعاينوا قيامته وعاينوا إرساليته. وهو بطرس اللي في إصحاح 2 برضه وقف قدام الجموع الكثيرة اللي واقفة عشان يكلمهم عن يسوع النصيري الذي صلبوه والذي قام من الأموات. عشان كده بطرس للأسف في هذا المشهد وإحنا شايفينه عدد 3: قال لهم سمعان بطرس مع الستة اللي راحوا دول: أنا أذهب لأتصيد. قالوا له: نذهب نحن أيضا معك. ده بطرس ليه كلمته، بطرس ليه
مهابته واحترامه في وسط تلاميذه. خرجوا ودخلوا السفينة للوقت، وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. بيحصل معاه نفس المشهد اللي حصل قبل كده. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. طبعا احنا عارفين باقي القصة، لكن مش هنوصل لباقي القصة. لكن المهم جدا في عدد 11، صعد سمعان بطرس، أو خلينا ناخد الأول عدد 7، فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحب لبطرس: هو الرب. برضو هنا يوحنا واثق في الرب، عارف سيده، شايف الرب، مصدق أن ده الرب. شوف بطرس بقى هنا: فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب، مفروض يعمل إيه؟ ده لسه شايفه من إصحاح، ده مفروض يروح يحضنه: شكرا يا رب أن أنت جيت ظهرت لنا تاني، شكرا شكرا. اتظر بثوبه لأنه كان عريانا وألقى نفسه في البحر. لسه عايز لقاء تاني، لسه عايز لقاء خاص تاني. وإحنا كتير بنبقى عايزين لقاء ولقاءين وثلاث لقاءات وأربع مقابلات مع الرب يسوع شخصيا، عشان يقول لنا نعيش معاه إزاي، نكمل معاه إزاي من خلال كلامه المكتوب. لكن مش هنطيل، وإحنا بنختم في عدد 15 يقول الكلام ده: بعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ مش هناخد الجزء ده لكن هنقراه بس: أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: إرع خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: إرع غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني. قال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: إرعى غنمي. كتير قوي في تفسيرات في هذا الجزء، لكن اللي بيريحني جدا أن الرب يسوع كان عايز في هذا النص يكشف محبة قلب بطرس، وفي نفس الوقت الرب يسوع كان عايز يبين لبطرس أن مهما كانت حالتك ومهما كانت محبتك، هترعى غنمي، هترعى غنمي، هترعى خرافي، وما أبعد الفرق بين الخراف والأغنام. لكن في عدد 18 بيشجعه بحق تاني، بعد ما عاتبه عتاب محبة يبين محبته ويشجعه على الرعاية، وده اللي هيحصل. عدد 18 يقول له: الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء. بصوا النقلة: ولكن متى شخت فإنك تمد يدك أو يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها، ولما قال هذا قال له: اتبعني. وقفت قدام كلمة اتبعني. يا رب، ده أنت في متى 4 أول ما تقابلت معاه هو وأندراوس قلت لهم تعالوا وراي، هلموا وراي في الحتة دي فأجعلكما صيادين الناس. تقول له تاني اتبعني؟ تقول له تاني اتبعني؟ أيوة، أصل التبعية دي عايزة كل يوم، أصل في أحيانا أنا بنسى أن أنا بتبعه، فعايز أقول لك تاني اتبعني. أنت ماشي رايح تصطاد، أنت نسيت الإرسالية اللي أنا أرسلتك فيها في الإصحاح اللي فات، أنت ضعفت تاني وأخدت شلة معاك أو أخدت مجموعة معاك، لكن أنا بشجعك مرة تانية: ارجع واتبعني، ارجع واتبعني. مفسرين بيقولوا في العدد 19 اللي هو عن الموتى، أو عدد 18 و19 عن الموتى اللي ماتها بطرس في التقليد الكنسي، طبعا بيقولوا أن كانت الموتى عن طريق الصلب، وفي ناس بتقول أنه مات منكسا الرأس، وفي ناس بتقول في التقليد أنه قال: أنا لا أستحق أن أموت مثل سيدي، أن أصلب مثل سيدي. السؤال اللي بيطرح في أذهاننا دلوقتي: هل ده بطرس اللي كان قبل القيامة اللي كان خايف؟ لا. هل ده بطرس اللي كان قبل القيامة اندفاعي؟ لا. ده مش بطرس اللي كان بيقول له أنا معرفوش،
ده بطرس اللي بعد القيامة لما شافه بيظهر له مرة ومرتين وبيحبه وبيشجعه التبعية وبيقبله وبيعاتبه بلطف وبيسامحه وبيغفر له حتى لو هو نسي الرب تاني ونسي الإرسالية والتبعية، هو ده اللي قال أنا عايز أمشي وراه كل يوم واشهد بصليبه واشهد بقيامته حتى لو جيت على رأسي على موتي. فرق كبير من فضلكم ما تسمحوش ان دي تكون مجرد وعظة بنسمعها، فضلكم ما تسمحوش ان دي تكون مجرد كلام بنسمعه، ده كلام الرب، وكلام الرب لازم يفرق معانا، ولازم نكون بنقر تمام الإقرار ان بطرس بعد القيامة غير بطرس قبل القيامة، لأنه شاف هذا الشخص الذي قام من الأموات الحي الذي يحبه. ده اللي خلى بولس بيقول كده لأعرفه وقوة قيامته، قوة قيامته، والقوة دي لينا النهاردة. آخر حاجة هختم بيها معاكم، يمكن ذكرتها لكن هقراها بس، في أعمال الرسل 1:13 بيقول كده الكتاب: ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيلبس، وبيكمل باقي التلاميذ 11، هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ، وكان عدة أسماء مع نحو 120، وقال الكلام اللي انتوا عارفينه اللي احنا ذكرناه. وفي إصحاح 2 برضو اللي بيبين عمل الرب فيه بعد القيامة يقول كده في 14: فوقف بطرس مع 11 ورفع صوته وقال لهم الكلام اللي انتوا فاكرينه لما كان بيكرز لليهود الساكنون والساكنون في أورشليم أجمعون، أما كان بيكرز بموت المسيح وقيامته. وفي نهاية هذا الجزء في 38 بيقول الكلام المشهور اللي احنا عارفينه: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس.